تعاضدية الخدمات الفلاحية بني خلات شنو أحوالها بالضبط آه بالفعل احنا اليوم موجودين في اعطوا اهم تقريب مرفق للفلاحين اللي هو اهم هيكل مهني في حياة الفلاح في جهة بني خلات باعتبار 90% من الفلاحين هم من صغار ومتوسطي الفلاحين م. هذه التعاضدية آه معناها تم انجازها عام 1959 الفلاحة وحدهم هم اللي عملوا هالإنجازات العظيمة والرائعة في جهة ابن خلاد تصور مع وخمسين ألف ومئتين فلاح منخرط في هذه الشركة التعاونية اللي هي التعددية بالطبيعة التعددية هذه كانت تقوم بدور هام وهام جدا في حياة الفلاح وفي مؤازرة مجهود الفلاحين وعرق الفلاحين اليوم التعددية هذه توفر مستلزمات الانتاج بالنسبة للفلاحين كذلك تقوم بترويج الانتاج الفلاحين في أسواق الجملة وكذلك تقوم بدور هام في تصدير القوارص الأسواق الخارجية سوق الفرنسية ناهيك أن هذه التعددية تحصلت على عدة جوائز عالمية منهم الجائزة الأولى لسيادة رئيس الجمهورية وكذلك زوز جوائز عالمية ناهيك وأنه من أرقى ومن أجود الخدمات اللي قادت تقوم بها هذه التعددية التعضدية فيها محطة لف وتصدير القوارص كذلك فيها مجمع للحليب توصل طاقة الاستيعاب بتاعه 36 ألف إيتر في اليوم معناها تصور هذا الإنجاز العظيم كذلك عندها مخازن تبريد معناها بسعة 100 طن كذلك عندها معمل يصنع الأعلاف بالنسبة للفلاحين معناها قاعدة توفر في مستلزمات الفلاح بصفة عامة كذلك تزود الفلاحين بالأسمدة والأدوية وكذلك تقوم بدور هام في ترويج الشتلات وكذلك معناها توفر للفلاحين في الإرشاد وفي التأطير وكذلك كانت تقوم عندها زاد كذلك كارو في بير القصعه في سوق الجمله بير القسعة في السنوات الاخيره بعد الثوره تلقات صعوبات كبيره نتيجه الاهمال والفساد اللي انخر هذه التعضديه وتسبب في عجزها وفي افلاسها اذا الفلاح تقريبا ما يفوق 1200 فلاح لكونها اليوم مشردين اليوم مشتين مش قاعدين يستنفعوا بالخدمة نتاعها اللي يعملها من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي في الجهه نتاعنا مع الاسف تمت معناها ملاحقه هؤلاء الناس اللي اذنبوا واللي عاثوا في هذه الشركه فسادا تم تتبعهم ولكن الى يومنا هذا ما تمش ايقافهم ومحاسبتهم هذا فريق تاع زيت خلاد هذا كان تستنفع به الفلاح يحطوا فيه البرتقال باش يصبر حتى يصدروه ولا يبيعوه في السوق المحلي اليوم ولا يبردوا فيه في, في الكاجوات ما عادش فريكو الفلاحة ما عادش عندها تحط سلعتها ما عادش عندها تبيع الا عند الخواص والخواص يفرض عليك سوم معناها البرتغال يعني يخدم 500 ياخذ من عندك 200 فرنك تحب تبيع له تبيع ما تبيعلوش ما عندكش وين تبيع كان الخواص يتحكم فيك هذه تاع كانت تعاون في الفلاحة كانت هي تاخذ من عندها السلعة وتحطها في الفريق ولا تصدرها ديريكت لفرنسا والدول الأوروبية كان الفلاح منها اليوم الفلاح مش مستنفع منها هذا شيء وهي تعرضية راهي الفلاح ما الدولة ماهيش بتاع ماهيش بتاع الخواص فلاحها متشاركه فيها دافع فيها فلوسها اليوم الفريق تشوف فيه يبرد في الكاجوات فارغ يبرد في الكاجوات ما عادش فيه حتى شيء فلاح ما عادش فلاح سلعته ولا فيها عند خواص. اللي لي الخواص بالسوم اللي يحب الخواس الخواص لان التعظيم اللي كانت تنقف في الفلاح اليوم المسؤولين انتهى نهبوها وسرقوها وقالوا مش نحاسبوهم ما ثماش ما لنا شيء وما رجعتش تخدم هاك تشوف فيها هذا فريق من الفريق والتعظيم ما فيه حتى شيء ها سقف وقاع في قجوات فرغ علاش وصل الحال علاش وصل الحال من السرقة سرقوها المسؤولين سرقوها المسؤولين اللي كانت تحكم في التعذيبات سرقوها مسؤول بعد مسؤول شكون مش تحاسب قالوا مش حاسبوه ما مش ما فهم شيء ما لنا شيء وتفرجوا تفرجوا في الفريق الاخر من غادي اسخفوا هذا وفي قجوات اما الاخر ما فيها حتى شيء وتفضلوا عاينوا بعينيكم وعينه حتى المظهر نتاع تعظيم من قدام احشيش للركبه ولات فيه يجيو فيه الدعاره والسكرات والزتله هذه تعذيه كيش ولات ما عادش عندنا تعذيه ما عندنا تعذيه يعني اليوم الفلاح بين المطرقه والسندات بين المطرقه والسندات يا تبيع للخواص في الكاس هذا الفلاح اش عنده تو هذا نحكيو تعذيه خلي المشاكل الاخرى نتاع الفلاح نتاع الماء نتاع الطرقات نتاع الواحد ما نحكيوش عليها نحكيو تو تعذيه برك التعذية مشات ما عادش عندنا تعذية في البلاد التعذية شنو هي التعذية مجمع تفلاح اللي خلات تضم تقريبا 13500 هكتار مشي صغيرة ما تبديت من خلات فريقوات يعني لاصقين على بعضهم زوج فريقوات فارغين هذوما صالحين هما توا يعني صالحين لا ما عادش صالحين ما عادش صالحين اذا كان فريقو مسكر توا عنده قداش من عام ما عادش صالح توا يزبوا فلوس باش يسلح اقل شيء الفريقو تحبته 15 20 مليون باش يرجع يخدم هذا اذا كان رجع يخدم ويزم مسؤول اللي مش يرجع شكون مش كومش يرجع هو الفلاح قد تو ديه ليش مش يشكي يشكي المسؤول يقول له حسبوك هتون نجيوكم هتون نعاونوكم ما ثم شيء هذا ما عمل العلفه تبع التعاضدي شنو احوال ما تشوف فيه ما فيه لا فيه العلفة لا فيه حتى شيء كنا ناخذ فيه من العلفة قبل معناتها مربين زويل وكذا واحد فاهمني ما عاش فيه حتى شيء تشوف فيه كل شيء فارغ فاهمني تعضو ذي دي هاملة معناتها فاهمني الحشيش هاك تشوف فيه الوين فهمني ما انت ما عادش فما حد شيء في ما لا فيه لا مينا لا فما سداري لا فما شعير لا فما حد شيء ما هذا الفلاح مات بالنسبه لبني خلاد الفلاح الصغير راهو مات فهمني وزيدها جت الفيضانات بتاع نابل هذيا فهمني ذرتنا معناتها فاك السعي وفك الواحد وكليكا ووعدونا معناتها فهمني ومش يعطونا فلوسنا ترونشه الاولى ترونشة ثانيه معناتها ما صارش منها الحكايه هذه ترونش الاولى وترونشه ثانيه معناتها اعطونا مبلغ صغير قالوا لنا راهو لكم ترونشه ثانيه بعد قالوا لنا ما فماش ترونشه ثانيه فهمني وقعدنا تويك وزيد جي اللسان الازرق قضايا فهمني وتشوفوا الحاله اللي عندي موجوده في الدار متيشه وكذا فهمني ومعناتها ما حتى دواء ما عندناش حتى طبيب بيطري موجود هني يعني في بني خلاد ما طبيب اللي معناتها باش يدوينا السعي وكذا ما فماش اليوم اللي ضحيه هو الفلاح الصغير والمتوسط اليوم هالتعددية دي تلعب في دور هام وهام جدا من حيث التحكم خاصة في مسالك التوزيع اليوم الفلاح يبيع بصوم تقريب الكلفة متاعه معناه فم هامش ربح بسيط وتقوم التعددية بتوزيع الانتاج متاعهم داخل الأسواق المستهلك ياخذ سلعه ما يقدر عليها والفلاح يبيع باسعار اللي تغطي التكاليف نتاعو كانت فما توازن كبير اليوم هاك شفت نتيجه المضاربين ونتيجه معناها الاشياء اللي قالت تمارس ضد الفلاحين ولا ما زلت تتحكم اليوم في الفلاحين في الاسواق في اليوم انهيار كلي لهذه الشركه التعاونيه تخدم فياز اليوم تلم في تقريبا 2000 لتر حليب اليوم متوفر في شويه اعلاف من طرف مؤسسة خاصه باش ما تسكرش كمبليتمون. فهمني؟ اليوم الدولة نتسائل، علاش الدولة اليوم دي هذيا مسالة في مليار ونص. أخي تو حارت دولتنا باش توفر خط تمويل خاص لإعادة تأهيل وإعادة الروح لهذه الشركة، مليار ونص حرنا فيه باش تعاود على الأقل تقوم بدورها على أحسن ما يرام، معناه بالنسبة للفلاح. واليوم راهو حبينا ولا كرهنا؟ الفلاحة بدون هياكل مهنية، كيما ديات أراه ما عادش النجم نحكي على فلاح صغير وعلى فلاح متوسط سمحني. سمحني. مليار ونص اليوم يحلوا مشكلة التعاضدية؟ يحلوا أكثر من من, من, من أكثر بياسر لو كانت توفر مليار ونص اليوم التعاضدية من غدوة هاك شوف محطة اللف والتصدير جاهزة للعمل معناه منذ الآن معناه معمل في اليوم فهمت ولا يسمح يخدم الحليب طاقة الاستيعاب تتضاعف عشرات المرات اليوم معناه مخازن التبريد معناه تولي تخدم على روحها مليار ونص يحل اشكاليات واليوم التعرضيه فهمتني ولا تعاودت تزاود معناها الاسواق وخاصه الاسواق العالميه وتزود خاصه المؤسسات الوطنيه كما المؤسسه العسكريه، المؤسسه الامنيه، مؤسسات الصحيه، مؤسسات التعليم العالي والمبيتات الجامعيه تزودهم بالغلال وبالخضر وكانت تنجم ترجع فهمتني ولا وتقوم بدور كبير في تجميع الفلاحين وتأطيرهم وزيدوا محافظوا على الاستقرار في الانتاج اليوم الفلاح تلاشات اللي باع بقره واللي باع منع لالش متاعه واللي تخلى لسنيته واللي حقيقة معناه قاعدة الاسعار متاع البيع نتاعو قاعدة تتباع باسعار زهيدة مقابل المقاربة العجيبة والغريبة وقالوا المستهلك يشري تقريبا عشر مرات قد ما يبيع به الفلاح وهذا هي اكبر ظلم واكبر منه قهر بالنسبه للفلاح فلاح اليوم يعانيه الامرين المستهلك يعاني الامرين واحنا عندنا هيك المهنه كما هذايا اللي قاعد يلعب دور تعديلي في تزويد الاسواق له ويحمي المستهلك من الزيادات الفاحشه متاع المضاربين اليوم معناها نتخلاو على مرفق كما هذايا احنا طلبنا في عدد المناسبات على الاقل يعطونا مليار ونص وتحاسبونا عامين من زمان تشوفوا هالشركه التعاونيه وهذه هذه تولي من المسؤولين من هذا؟ اليوم المسؤولين على درايه بحاله التعاضديه، على درايه بحاله الفلاحين ولا بالطبيعه هذايا كانت قلت لك راي اختار جوائز عالميه، واحد كانت عندنا مسؤولين فهمت ولا متضلعين يعرفوا يديروا يديروا معناها المؤسسات هذه بعد الثوره جات مسؤولين اخرين، قال غالب ما عندهم حتى معناها درايه بتسير مثل هالمؤسسات، الشيء اللي تسبب في افلاسها وانهيارها، لانك معناها بعد الثوره بعام واثنين كانت تصدر وتخدم. بعد اطراك مثل الديون وما فماش معناها مصداقيه ومعناها ما فماش معناها جديه في التعامل خاصه مع الحريف الاجنبي فقدك الثقه هذيك الكل وانهارت التعضدي اليوم عملنا بعد ما ما عملنا شكايات لسلطة الإشراف ودخلت وقاتها الإخلالات هذيك الكل عملنا هيئة جديدة اللي هي هيئة فاعلة ولكن مع الأسف حارت باعتبار وأنه الشركة هذه مصنفة لدى البنك المركزي معناها كلاسي بالطبيعة اليوم يزمك تخرجها من الكلاسمون وتعاود تتحصل على قروض اخرى وجدولة الديون الاخرى باش تويك تولي ترجع تخدم المسؤولين اللي جاوا تو الحقيقه هما اللي نجم قول بعثوا فينا الامل من الجديد فهمتني ولا وقاعدين حارسين كل الحرس على اساس باش نرجعوا مع اتحاد الفلاحين مع مجلس اداره مع خاصة إدارة التمويل والتشجيع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مع السيد المندوب مع السيد الوالي مع السيد المعتمد حارسين الناس الكل وأنها دخلت في تقاليدنا التعددية هذه ولات في حياتنا اليومية موروث متاعنا اليوم حاسين وحارسين كل الحرص بشر رجعها مهما كلفنا ذلك ما كلفنا